وانطلاقه الان عند البحري، البحري عند الكبير الان، عبد الكبير، عبد الكبير، عبد الكبير، والهدف ياتي، والهدف ياتي عن طريق رفيق عبد الصمد. تمريره والاروع من الرفيق عبد الكبير، ورفيق عبد الصمد يضع، والمتابعه كانت في محلها من رفيق عبد الصمد اللي يضع المغرب في المقدمه. تتغير النتيجه، المغرب واحد اوغندا لا شيء. شوف الاعاده من جديد، تيز محاوله خطيره لاوغندا عن طريق سينتامو، المنتخب الاوغندي في مناطق المغرب، محاوله فرصه للتعديل، التعادل، التعادل، التعادل لسينتامو. ضرب دفاعات المغرب، شوف الاعاده، سينتامو مرر واستلم. اين دفاعات الرسول من هذه الكره؟ اختراق كان، وان يستعيد مستواه وان يبدا الضغط. رحله البحث تبدا في كره اولى، تعود من جديد باللمسه من المباركي، يجور الصواب والكره في المرمى، محسن يجور يضع الكره في الشباك، في كره تصويبه قويه. شوف العاده، الكره ارتدت، عادت من المباركي ليجور، وياجور في المرمى، سلام يضيعوا لكي وسط باهته في الدفاعات المغربيه، وهذه انطلاقه عبد الكبير، عبد الكبير والثالث، عبد الكبير والثالث، الثالث، 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 برافو يا فنان، برافو يا مبدع، عبد الكبير بكل ثقه، عبد الكبير يضع الكره في المرمى ليحسم هذا اللقاء. انت رايح يا عبد الكبير، يعني في لحظه عبد الكبير